بسم الله الرحمن الرحيم. يا ظاهر يا باطن وهو القوي العزيز. يا بصير يا ظهير وهو القوي العزيز. يا عالم يا حاكم وهو القوي العزيز. يا طهور يا شكور وهو القوي العزيز. يا تواب يا أواب وهو القوي العزيز. يا باعث يا وارث وهو القوي العزيز. يا مجيب يا رقيب وهو القوي العزيز. يا طالب يا غالب وهو القوي العزيز. يا قاضي يا عادل وهو القوي العزيز. يا فاصل يا واصل وهو القوي العزيز. يا منعم يا مفضل وهو القوي العزيز. يا مهلك يا منتقم وهو القوي العزيز. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا ظاهر يا باطن وهو القوي العزيز يا بصير يا ظهير وهو القوي العزيز يا عالم يا حاكم وهو القوي العزيز يا طهور يا شكور وهو القوي العزيز يا تواب يا أواب وهو القوي العزيز يا باعث يا وارث وهو القوي العزيز يا مجيب يا رقيب وهو القوي العزيز يا طالب يا غالب وهو القوي العزيز يا قاضي يا عادل وهو القوي العزيز يا فاصل يا واصل وهو القوي العزيز يا منعم يا مفضل وهو القوي العزيز يا مهلك يا منتقم وهو القوي العزيز لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.